مرحبا، كيفكم؟ معكم كوتش بلال. بنحكي اليوم عن بعض التمارين اللي ممكن نقوم فيها قبل الافطار، مثل تمارين البوش اب والتمارين الهوائيه وتمارين المعده. راح اورجيكم تمارين للمعده وافصلكم اياها لثلاث زوايا، اللي هي الزاويه العلويه والزاويه السفليه والخواصر. بالنسبه للزاويه العلويه للمعده، راح نشتغل هذا التمرين 20 تكرار باربع جولات. هذا بيشتغل على المعدة الجزء العلوي. بالنسبة للجزء السفلي، راح نقوم بهذا التمرين، نوضع الإيدين أسفل الظهر ونقوم برفع الرجلين للأعلى 20 تكرار أربع جولات. هذا بيشتغل على المنطقة السفلية بالكامل. بالنسبة للخواصر، احنا نشتغل هذا التمرين أربع برضو جولات. هيك بنكون اشتغلنا على أجزاء المعدة بشكل كامل، اللي هو الجزء العلوي والسفلي والخواصر. وبالنسبة لتمارين البوش أب، برضو بنقدر نعمل تمرين كتير سهل، تعرف عليه البوش أب بهذا الشكل، أربع جولات لعشر عدات. برضو تمرين البالانك كتير مهم. إن شاء الله تكونوا استفدتوا معنا. نشوفكم في حلقة قادمة.